مشكلة في تونس هي النخبة اللي هي النكبة، اللي هي نكبة مي فريمون نكبة. يعني عندكم يعني دي اسلامولوج وش سي با دي جون معناها يخدموا على كيما يقولوا على تحديث الاسلام اونتر غيمي، او يعني او الجهاد في الجهاد في الجهاد لل الجهاد في في ظل الماسونية. يعني هما ناس ميسيوني باش بور ترانسفورمي بيرفيرتير يعني افساد الدين الاسلامي. والاكثرية يعني تحديث الدين الاسلامي هو ابعاد الناس عن الدين الاسلامي. عندكم الدجال الصغير، الدجال الصغير هو يشبه برشا الدجال الكبير، الدجال اللي باش يجي بيانتو، عنده عين واحده، عينه حوله وعينه النورمال. دونك هو الدجال الصغير، هذا الدجال هو يوسف الزنديق. الا يتجرى هذا المخلوق حاج خليقه الرحمن ويحكي للسبسي سيد الرئيس اش قولك في الغاء كلمه اسلام من الدستور، وحاسيلو باش نرتاحوا من حكايه المسلمين وحكايه الاسلاميين وحكايه الاسلام وتشوفوا حل الحكايه هذه. بالطبيعه سبتي قالوا صحيت هذه ما فكرتش فيها، بحيث ما كنتش نصورك بالذكاء هذا. يعني يعني يحبوا علمانة الشعب مسلم، شعب يعني متشبث بالقيم متاعه وبالعادات والتقاليد متاعه، يعني بطريقة القانون، بالقانون يحبوا علمانة المسلمين. بالطبيعة هي الطريقة التي مارستها الماسونية في فرنسا وفي البلدان الأوروبية. يعني كل شيء يدخل في القانون هو اللي يبدل celui qui va influencer la pensée و باش يبدل أيضا الميرس وطريقة العيش المسلم وطريقة الحياة حياته في الـ في الـ في الـ وطريقة حياته اليومية. بطبيعة حاسيلو سي الزنديق راك حزين ولابس طاجين. شو نقول لك كما قالت المرأة متاع عندي، ما نقول لك والله العظيم راك حزين لابس طاجين. حاسيلو فريمون فريمون معناه عيني عينك معناه ما تحشمش. يعني الجرأة يعني كأنه ماكرون، كأنه واحد من انتوراج تاع ماكرون يحكي لماكرون يقول له لازم ولا بد نبدل الدستور العلماني ونحطوا معاش نحطوا لمبادئ الثوره الفرنسيه باش نخرجوا معناها كل مبادئ الثوره الفرنسيه من الدستور، وهذاك للدرجه هذيك باش نتحصلوا على ديكتاتوريه. فوالا دونك فرانشمون سي هذه يعني الناس عملاء يخدموا لناس اخرين، يخدموا للغرب. يعني ما عندهم يهمهمش في الهويه الثقافيه، ما يهمهمش في هويه المجتمع، ما يهمهمش في المبادئ. يعني ناس عيني عينك خونه.